جات الولية وقلبها راضي وتقول لي انت سيد الشباب بيتنا فاضي ونبغى مقاضي رمضان قرب على الأبواب وخليني أقضي أنا على كيفي وانت استناني عند الحساب أخذت مقاضي تكفي لها حارة يا دوب شلناها أنا والشباب وتقول لي يمكن أحد يجينا على غفلة كده ويدق الباب وكل يوم سفرتنا طويلة وفيها مما لذ وطاب ونعزم عليها كل الحبايب مو في الحقيقة بس على السناب لأنه زياراتنا صارت خفيفة مسوين جروب على الواتساب فيها القرايب وفيها النسايب ومجمعة فيها كل الأحباب يشوفوا سفرتنا ونشوف سفرتهم كل يوم كده على السناب وناكل منها لقمتين ثلاثة ونكب الباقي جنب الباب ونقول ليش البركة ضاعت وحالتنا صارت هباب وكل عام وانتم بخير يا كل القرايب والأحباب وصلاة وسلام على محمد شفيعنا يوم الحساب.